الثاني من ديسمبر، يوم يروي إنجاز قاده وحب وطنه. من هنا نحييكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ملاعب الناشئة. في هذه الحلقة سنعيش معكم احتفالات اليوم الوطني 48 لدولتنا الحبيبة من خلال تغطيتنا المميزة لمختلف مسابقات الفئات السنية. خليكم مكانكم وتابعونا. ونحن نعيش حالة الفرح بيوم اتحادنا 48، القيادة الحكيمة في دولتنا وفق رؤيتها لعام 2021 ضمن برنامج الأجندة الوطنية، وفرت اهتمام كبير بالطفولة اللي تعتبر من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي. في دولة الإمارات إعلاء قيمة الفرد هي فلسفة ترتكز وتستند وتبدأ من سنوات العمر الأولى في مرحلة الطفولة، حتى يصبح قادر على تحقيق الأهداف المرجوة منه في الحياة وفي برامج التنمية. ففي ظل مسيرة دولة الاتحاد عبر 48 عام، كان الطفل في الإمارات يمثل الهدف والغاية في آن معا، وكان دائما محل اهتمام القيادة وحظي بخدمات حياتية متميزة في القطاع الرياضي في جميع الاتحادات. تكفل البيئة الصحية للأطفال والناشئة لممارسة مختلف الألعاب الرياضية وفق ميولهم وهوايتهم وما يحبونه. الدولة رياضيا تتبنى المواهب منذ نعومة أظافرهم وتسقل طاقاتهم لخدمة الوطن ولتحقيق المجد والعليا في جميع المحافل يتواجدون فيها. في دولتنا نؤمن بحقيقة واحدة، أن لا إنجاز من دون تأسيس صحيح، لذلك بناء القاعدة تعتبر من أبرز خطط وأهداف الدولة. في المنطقة الشرقية وبالتحديد في درة مدن الساحل الشرقي مدينة كلبا، استضافت صالة نادي اتحاد كلبا بطولة اليوم الوطني 48 المفتوحة للجودو والكاتا لمختلف المراحل العمرية، اللي نظمها اتحاد الجودو بمشاركة أكثر من 200 لاعب من 16 نادي ومركزا على مستوى الدولة ومن مختلف المراحل العمرية والفئات. طبعا نادي اتحاد كلبا يستضيف بطولة اليوم الوطني للجودو، ومثل ما تشوفون الاستضافة بالتنظيم، ونحن إن شاء الله راغبين في استضافات جميع البطولات اللي محتاجينها اتحاد الجودو أو غير اتحاد الجودو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لأن هذه بطولة مميزة تحمل اسم مميز بعد اسم صاحب سمو رئيس الدولة، كصاحب سمو رئيس الدولة. هذه البطولة بعد مميزة جدا في تاريخ الإمارات ولشعب الإمارات، ولذلك لما فتحنا التسجيل للرجال دخلنا الرجال كل الوايدين سجلوا عدد كبير جدا حابين المشاركة في اليوم هذا ويأخذون الميدالية اللي تحمل الاسم هذا الكبير علينا والعزيز على قلوبنا. فالحمد لله رب العالمين، شفنا مشاركات كبيرة، شفنا إقبال ممتاز، فنتوقع من فوق 200 لاعب، فالله يعيننا اليوم على العدد. الاتحاد يحرص على إقامة بطولة اليوم الوطني سنويا وسط مشاركة مميزة من أبطال المستقبل اللي تمثل أفضل تحضير للاعبي المنتخبات الوطنية العمرية للاستحقاقات المقبلة، واللي بدورها تأتي ضمن خطة الاتحاد لتوفير تحضير جيد للاعبين للموسم الرياضي، واللي تعكس الاهتمام بقطاع الشباب والناشئين لاستمرار خطة الانطلاق برياضة الجودو لمصاف التطور والنهوض اعتمادا على الفئات العمرية اللي تمثل مستقبل اللعبة. أول شيء حاب أهني دولة الإمارات على اليوم الوطني 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة. ثاني شيء حاب أشكر اتحاد الجودو على تنظيم لهذه البطولة، بطولة اليوم الوطني للجودو. طبعا هذه اول بطوله لنا في الموسم كفئه الشباب،
طبعا استعداداتنا الحمد لله ولله الحمد كانت جيدة في الأشهر السابقة، في الأشهر السابقة وفي الإجازة الصيفية كانت هناك معسكرات تدريبات مكثفة إلى آخره، وهذه بطولة يعني مثل ما تقول بطولة تنشيطية حق البطولات الجاية والبطولات الخارجية بإذن الله. هاي ثاني بطولة حقنا في الموسم، الحمد لله الموسم اللي البطولة اللي طافت حقق لنا المركز الأول، وإن شاء الله ما نتنازل عن المركز الأول ونأدي أداء أحسن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله بهاي البطولة نتأهل، مدام البطولة في نادينا نرفع الرأس أهم شيء، ونجيب بالمراكز الأولى لنا ولربعنا إن شاء الله. استعدت لها البطولة وايد، خط معسكرات خارجية ودولية، وتمرن الحمد لله كل يوم، شديت حيلي في التمرين، إن شاء الله اليوم أبيض الوجه. أحرزت مع المنتخب عدة ميداليات دولية وإقليمية، ومنها أهم الميداليات برونزية آسيا، برونزية كأس آسيا، واليوم إن شاء الله عندنا بطولة اليوم الوطني للجودو، وإن شاء الله هاي البطولة بتكون استعداد للبطولات الجاية، وإن شاء الله بنبيض الوجه باسم النادي إن شاء الله. طبعا اليوم هاي أول بطولة حقنا استعدادا للبطولات الخارجية، وإن شاء الله نبيض الوجه. إن شاء الله اليوم بكون ضيف في البطولة وإن شاء الله بحرز الأول. أما على صعيد النتائج، كالعادة النادي الأقوى على مستوى الدولة حاليا في اللعبة اتحاد كلبة، فقد واصل تألقه واحتكاره لألقاب الجودو هذا الموسم بعد أن توج نفسه بطلا للبطولة، بعد أن حصد فريق اتحاد كلبة الذهبي 19 ميدالية ملونة في نزالات تحت 20 و17 سنة، منها 11 ميدالية ذهبية وست فضيات وبرونزيتان. باستضافة مميزة للحدث وبأجواء مثالية أقيمت في عروس الساحل الشرقي مدينة خورفكان بطولة الدولة الفردية لاختراق الضاحية لعام 2019 بمشاركة واسعة من الجنسين ومن جميع أندية الدولة من فئات الرجال والشباب والأشبال والناشئين. البطولة جاءت بتنظيم من اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وأشرف عليها تنظيميا نادي خورفكان الرياضي الثقافي. أول بطولة تستضيف في مدينة أنفال مدينة خورفكان بالتنسيق والتعاون مع اتحاد ألعاب القوى. حاليا الحمد لله يعني مشاركة ما يقل عن 23 إلى 25 نادي بعدد أتوقع يوصل ل 300 لاعب، فالحمد لله بالتنسيق مع الاتحاد قدرنا ننظم الحمد لله هذا المسار اللي شفته قبل شوي، مسار تقريبا 3 كيلو 800 متر حدود، أنت ورايح وراجع من الدوار للدوار حوالي 7 كيلو تقريبا. الحمد لله النهايه ان شاء الله بتكون في عند النافوره مقابل الساريه والنصب التذكاري، والحمد لله يعني ان شاء الله نظهر بصوره جيده ونبين معالم مدينه خورفكان. يذكر أن جولة خورفكان هي الجولة الثانية لمنافسات اختراق الضاحية في هذا الموسم بعد أن استضافت مدينة مليحة النسخة الأولى التي اعتبرت تنشيطية للفرق
قبل الدخول لمنافسات الموسم. الحدث شهد مشاركة كبيرة من 367 لاعب ولاعبة وبحضور قوي ل 22 نادياً، بينما المنافسات دونت على تنافسية عالية وإثارة حتى الأمتار الأخيرة في كل فئة. أما على صعيد النتائج فقد جاء في المركز الأول في فئة الأشبال اللاعب جمال حماد من نادي الحمرية، بينما في منافسات الناشئين احتل الصدارة اللاعب محمد الصادق من نادي العين. كنت أشارك في فئة الأشبال المسافة 2 كيلو، أوكي، والحمد لله ربنا وفقني وحصلت على المركز الرابع، الميدالية البرونزية، وإن شاء الله إن شاء الله في البطولات القادمة نحصد المراكز المتقدمة أكثر وإن شاء الله نطلع المركز الأول. كنت في فئة الأشبال والحمد لله يعني حصلنا على الميدالية البرونزية وإن شاء الله نشرف نادينا في المستقبل ونحصل الذهبية إن شاء الله. الحمد لله توفقنا من ربنا بالشغل من كابتن حسين في نادي العين، والحمد لله حققنا مركز ثاني في الأشبال 2 كيلو الحمد لله، وإن شاء الله القادم بطولات داخلية وخارجية خارج الدولة إن شاء الله نرفع اسم دولة الإمارات ونادي العين. كانت فئة الأشبال كان السباق كيلوين وكان في منافسة، وكان السباق يعني أحسن من السباق الموسم الماضي والسباقات القبلية، والمسافة كانت يعني كويسة للركض والجو كان معتدل. سباق حلو وكانوا منافسين، وكانت السباق طول السباق 2 كيلو يعني كان في منافسين معانا بالسباق، وفي من نادي العين يعني كان في كثير منافسين يعني، وبهني كل واحد جاب مركز، واشكر الكابتن اللي شجعني وهو كان يدربني في النادي، واشكر ابوي وامي هم اللي انه خلوني اشارك شجعوني على البطوله هاي يعني لهم شكر كبير، والكابتن كمان اللي كان انه يساعدني على التدريب هو اللي خلاني احقق هذا الشيء، واشكره كثير. والله اول شيء الحمد لله على كل حال، واشكر الاتحاد على تنظيم هالبطوله، واشكر نادي الحمريه، واوجه شكر خاص للوالده والوالده اللي دعمونا ماديا و يعني عاطفيا، ووجه الشكر لإدارة النادي وللكباتن. وصراحة اليوم البطولة كانت أوكي الحمد لله، حصلنا على المركز الأول فئة الشباب على ألف وباء، خمسة المسافة كانت 5 كيلومتر، الأجواء كانت صراحة جميلة يعني أحسن من البطولة الأولى والحمد لله. يذكر أن هذه الفئة هي أكثر الفئات من حيث عدد المشاركين ب 106 لاعبا ولاعبة. وعلى صعيد منافسات الإناث فقد جاءت كل من ريان إبراهيم وعائشة عبد الله زيد وريتاج رياض في المراكز الأولى في فئات الشباب والناشئات والأشبال على التوالي. أنا فئة الناشئات والحمد لله شاركت في سباق 3 كيلومتر وعديت السباق بسهولة الحمد لله، كان سهل وبس اجتزت هالمرحلة، وإن شاء الله السباقات الثانية نبيض شوي. قبل أسبوع كانت الأبلة كانت دربنا في المدرسة نركض 6 دقائق، كان في صعوبة شوية بس حاولت أواجهها. أولا كان سباق يعني الناس فياته تقريبا بتشجع وهي بتركض من غير ما تحكي أي إشي، وكان يعني أول سباق وانت بتشد حالك وانت قاعد عم تركض وبتقول انا راح اجيب هذا وانا راح اجيب هذا، والناس اللي بتوقف تعطيك الشجاعه انه انت تكمل اكثر من ما انه انت تتعب، وانت لما تتعب بتفكر انه انا ليش تعبت، انا عم بتدرب وتعبت وبدي اوصل لمكان وخليني اكمل، حتى لو تعبت اوصل لمكان على الاقليه، تعبت كثير دربت كثير اخذت تعليمات كثير من النادي من الكباتن، فبيشجعوك وانت قاعد عم بتفكر فيهم اكثر ما بتفكر بالسباق نفسه. السباق كان حلو والاجواء كانت حلوه وكانت في منافسه بين الكل. كنت افكر اول شيء انه انا كنت اتدرب قبل وكنت اتعب، بس بعد ما اتدرب واتعب ارتاح وخلص ما بطل في وجع بطل في تعب، فانا حكيت انه هذا اتعب لي 10 دقائق 11 دقيقه بعدين خلص برتاح وباخذ الجائزه. يعني كانت قوية، انا يعني متدربه صار لي اسبوع بس متدربه يعني، بس فزت وفزت الحمد لله. انا اول شيء الله يبارك فيك، ثاني شيء كان سباق كثير حلو، اول مشاركه لي، كان السباق منظم وكانت المنافسه حلوه.
في دانة الدنيا دبي انطلقت منافسات النسخة الثانية من بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة السلة اللي ينظمها المجلس بالتعاون مع أكاديمية جام سبورت واتحاد كرة السلة، وتستمر حتى إبريل المقبل بمشاركة 38 فريق من أندية دبي والأكاديميات الرياضية وفرق المدارس. نسخة هذا العام واللي انطلقت قبل أيام حظيت بمشاركة 700 لاعب ولاعبة ضمن 5 فئات عمرية من عمر 8 سنوات وحتى 16 سنة، وقد زاد العدد في النسخة الحالية على مستوى الفرق واللاعبين والفئات، بما يؤكد نجاحها منذ النسخة الأولى في تحقيق أهدافها وإدراك الجميع لأهميتها، حيث تساهم البطولة في الدمج بين الأكاديميات والأندية والمدارس الخاصة. هاي البطولة تأسست هذيك السنة، كان عندنا 29 فريق خلطنا، كانت أول فكرة تنعمل نخلط الأكاديميات والكلابس مع بعض، كان عندنا 29 فريق. هذه السنة نحن عندنا صار 39 فريق بيشاركوا 700 لاعب خالطين الأكاديميز والكلابس وسكول مع بعض، عندنا بحدود 700 لاعب إن شاء الله. البطولة هي تجربة جديدة للأهل، عم بيشوفوا انه في تنافس وفي باسكتبول حلو بهيدي البلد، مش بس انه فوتبول، وهذا الشيء اللي عم بيشوف مبين انه قدام الاهل قد ايه هن محمسين، قد ايه الليفل حلو، قد ايه الليفل قريب لبعضه، وهذا الشيء بيعطي اكسبيرينس للكلابس يلي هن النصر والوصل والاهلي والشارقه وهول الانديه كل السنه عم تلعب مع بعضها نفس الشيء، هذا غير الروتين وعطاهم اكسبيرينس، خلوا الفرق تاخذ اكسبيرينس من بعضها، الاولاد يتعلموا على انه يلعبوا مع كل الجنسيات ومع كل مع كل الليفلز. مكتسبات عديدة للبطولة، حيث ساهمت في نسختها الأولى بدعم التنوع وتحقيق الخبرة من خلال الاحتكاك بين مختلف المستويات، حيث استفادت منها الأندية الرسمية بضم أكثر من 30 لاعب من الذين شاركوا مع فرق الأكاديميات والمدارس إلى الأندية، بما يعزز دور البطولة باعتبارها الانطلاقة الحقيقية للمواهب الواعدة، لا سيما وأن المنافسات تقام وفق القوانين المتبعة في اتحاد كرة السلة وتدار من قبل حكام رسميين معتمدين من الاتحاد. Yeah, so this competition as a team, it's helped us. It's helping us come together as a team, train more and really push us to improve together and as an individual as well, pushing me to become the best player I can. And yeah. والله البطولة شكلها كتير حلوة من البداية يعني. وانا متاكد انه خصوصي كفريق حنتحسن كثير من ورا البطوله، يعني اكسبيرينس حيكون كثير منيح. متحمس ابى اشوف فريقي يفوز، لكن اهم شيء يعني استمتع في البطوله. I feel great because it gives people a chance to show how they can improve themselves and their confidence level of club and the confidence and how competitive they are when it comes to sport. هلا بطولة كثير كثير جيدة، هي يعني اكسبيرينس حتكون كثير عالية، هي حتمشي يعني 6 أشهر هيك شيء، فحتكون يعني اكسبيرينس كثير حلوة، يعني مبين البطولة من أول جيم كانت هارد شوي، فالحمد لله ربحنا. أكيد هذا أول جيم للسيزون، فبلشنا أول شيء قوي وبعدين كانت كلوز جيم، بس بآخر شيء الحمد لله ربحنا الجيم، ويعني الحمد لله ربحنا. نظم نادي المدام الثقافي الرياضي ماراثون اليوم الوطني بمشاركة 200 مشارك من أبناء المنطقة في فئات السباق المختلفة، منها فئات كبار السن لمسافة 2500 متر،
وفئة الشباب والرجال لمسافة 3000 متر، وفئة الناشئين والأشبال لمسافة 2000 متر. حضر الماراثون الذي جاب شوارع مدينة المدام الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. أكد الجميع على نجاح الماراثون في عامه الثاني نظرا لارتفاع عدد المشاركين وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في جميع فئات السباق. مشاركة مجتمعية نحرص على كل سنة نشارك فيها أنا والأولاد والأحفاد، والهدف طبعا تشجيع الرياضه وتشجيع الرياضيين والرياضه هي جزء من حياه الانسان اليوم، ونبقى نفرح ويا اخواننا ويا عيالنا ويا احفادنا، وهذا الهدف فقط. يعني يوم شفت وايدين مشاركين تحمست وحسيت بشعور حلو. فيما يخص النتائج وبالتحديد في فئة الناشئين، فاز بالمركز الأول سلطان محمد عثمان، وفي المركز الثاني سليم محمد سعيد، وحل ثالثا مصطفى عبد الحفيظ، وفي فئة الأشبال جاء في المركز الأول نصيب سالم سعيد الكتبي، والثاني عمر حميد سالم، والثالث مطر خليفة الراشدي. اسمي مطر خليفة الراشدي، حصلت على المركز الثالث اليوم في هذه البطولة. شاركت في فئة الصغار، والله ما أتدرب بس مرات يعني أمارس أربع شوية. By running 2.5 kilometer I am feeling better because it was my aim to for the athletes to pass the race and I am feeling even better so that I came first on this Al Madam Cultural and Sports Club. في جولاتنا المتنوعة بكافة ملاعب الألعاب الرياضية في الدولة، رحلنا في هذا الأسبوع لنغطي لكم مشاهدين انطلاقة منافسات دوري أبطال مدارس أبوظبي، والذي يأتي بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بمشاركة 205 مدارس من مناطق أبوظبي والعين والضفرة. البطولة هاي فاتحين لجميع المدارس اللي هو الحكومة والخاصة، المراحل السنية اللي يتأهلون من الرياضة هاي، المراحل الثانية والثالثة من الأعمار تقريبا من 8 إلى 17 سنة. احنا طبعا منظمين هالدوري عشان يشاركون في الرياضة، يحسنون لياقتهم البدنية، ومن ضمنها بعد مسوين علاقتنا يعني مع الاتحادات والأندية لاكتشاف استقطاب يعني اكتشاف المواهب بين الصغارية يعني اللي موجودين. تأتي المبادرة انطلاقا من رؤية مجلس أبوظبي الرياضي بدعم رياضة الدولة بالمواهب، وتتضمن النسخة الأولى إقامة 7 مسابقات رياضية مخصصة لطلبة الحلقات الدراسية الأولى والثانية والثالثة للبنين والبنات، تشمل المدارس الحكومية والخاصة في مسابقات كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة وكرة اليد، وألعاب القوى، السباحة والجمباز.
كما تحظى المنافسات بإشراف فني من قبل كشافي الأندية الرياضية، وستقام المسابقات السبع المعتمدة في العاصمة أبوظبي وبصورة مشابهة للمهرجانات المجتمعية الكبيرة التي ستشهد في نهايتها تتويج بطل كل مسابقة بجانب تقديم الجوائز كالكؤوس والميداليات، بالإضافة إلى معسكرات تدريبية مع الأندية المحلية والعالمية. هذا أول مباراة حقنا ضد فيرجينيا في هالدوري، لعبنا زين والمباراة كانت زينة، 3-0 فزنا واللعب يعني كان زين. السلام عليكم. نحن متواجدين هنا في نادي أبوظبي، جايين نشارك في البطولة زين ونقدم الأحسن نطلع الأفضل إن شاء الله. أول هدف مجينا هنا نتعرف مع الناس، وإحنا مو جايين هنا عشان نهزمه بس، إحنا جايين هنا عشان نسوي رابطة مع الناس، مع المدربين، مع المدرسين اللي هنا، عشان نكون رابطة قوية بيننا، يكون لعب يعني لعب ما يكون لا في أحد مضايق من الثاني، يكون في روح رياضية وكل واحد متقبل الهزيمة ومتقبل الفوز. واصل فريق الشارقة تصدره لجدول ترتيب دوري شباب كرة السلة بعدما حقق فوزا مريحا على الوصل بنتيجة 85-67. بهذا الفوز فريق الشارقة بات قريبا من التتويج بلقب هذا الموسم، وخاصة أنه وسع الفارق مع الملاحق العنيد فريق النصر. الصدارة الشرجاوية لمسابقات الألعاب الجماعية مستمرة، ففي دوري شباب كرة اليد نجح البيضاوي في المحافظة على القمة بعدما سجل فوزا كاسحا على الإمبراطور الوصلاوي بنتيجة 32-17 ضمن منافسات الأسبوع السابع من البطولة. كرم نادي الحمرية بطل السباحة حمد الشحي اللي نجح في تسجيل 3 أرقام قياسية هذا الموسم في مسابقات السباحة المحلية، بالإضافة إلى تكريم البطل محمد العويس اللي قدم أداء رائعا في البطولة العربية للشراع الحديث.